برایتی کمکم انشاءالله بود در دس انا هاته بار باشد تکر مستر استرکشن و كانت نسبه الاساسيه ان هو ريفرسبل من غير اي شروط على الاف فانكشن انها تكون ريفرسبل. وبالتالي تقدر تحط حاجات جواها معقده زي ما انت عاوز من غير ما تفكر يعني لازم تبقى ريفرسبل لان انت بتستخدم نفس الفانكشن برضه في الريفرس في الديكريبشن. طيب اللي حصل ان لما عملوا اتفقنا ان الناس بتوع ستاندرد لما عملوا سنة 94 أو قبلها عملوا مسابقة يعني فاتوا الموضوع سنتين تلاتة يعني طلبوا الكلام ده سنة 92 مثلا واختاروا الديس أو الداتا انكريبشن ستاندرد اختاروه بناء على الألجوريثم ده. الألجوريثم ده كان مبني اسمه لوسيفر الجوريزم سنة 73 وبعد كده بنى 71 وبعد كده 73 وطور سنة 77 وهو ده اللي اتخذ الاستاذ. هو مبني على بيزنس ستراكشر بس بقى نعرف كل التفاصيل بتاعته. تعالوا نشوف ايه ده شاك في الديس. هو راوندز فاكرين البيزنس ستراكشر كانت عباره عن راوند وبعد اخر راوند في ايه؟ سويتش في سواب زياده بس هتلاقوا ديس زود الخطوه في الاول وحط عكسها في الاخر. دي مش موجوده في البيزنس ستراكشر بس هو عمل بنفس الطريقه خطوه وعكسها عشان يكنسلوا بعض. فاكرين زي بالظبط هو زود الخطوه كده زياده. هنا مفيش معنى انك تسال هو زود الخطوه دي ليه؟ مش شرح هو حاجات السكيور دي هو غالبا بتتم التجارب فيه. فبيبقى عاوز مور ديفيوجن مثلا بيجرب هنشوف الديفيوجن الكلام ده بيجرب يغير 100 واحد شوف الاوتبوت بتاعه كام بيتي. الانبوت بتاعه 64 بيتي وده ديس ستاندرد 64 بيتي. الفيست بيقول لك ان هو يكون زود 2 ان الديس اختار 64 فبالتالي كل ان هتبقى 32 كل نص طيب راوند 1 راوند 2 لغايه دلوقتي فاكرين في الاف فاكشن كان بيخش لها تي فهو مطلع تي دي بطريقه هو بقى تي دي مع دي مش مشرحه في الكيس دي تي منين هو جايب كي وبعد كده كي 56 بيت مش 64 هقول لكم ده بيتعمل ازاي وبعد كده عامل اوبريشنز على الكي عشان يطلع الكي بتاع كل راوند. ومش محتاج يثبت الايه؟ طريقه فك الشفره، طريقه فك الشفره هتبقى عامله ازاي؟ هي نفس الطريقه دي باختلاف واحد. ان اول راوند في الديكريبشن هتشتغل بايه كام؟ في كيس 16 تاني راوند في كيس 15 ده اللي احنا قدرناه النهارده. فده شكل الراوند اهو طبعا ايه شكله عظيم جدا ده شكل الراوند ودي طريقه الجنريشن بتاعتي بتاع الراوند. انا هشرح لكم في المحاضره دي كل التفاصيل بتاعتي. ده شكل الراوند دي الاف فانكشن هي كانت المفروض تبقى بالعرض بس الفانكشن عشان كبيره كانت بالطول بس هي لو رايت بيخش على الفانكشن والناتج بتاع الفانكشن بيحصل له ايه؟ الناتج بتاع الفانكشن بيحصل له ايه؟ اكس او مع الليفت وبعد كده الناتج بتاع اكس او يبقى هو رايت والرايت يبقى هو الليفت نفس الشكل بالظبط بس احنا ايه؟ كبرنا الليفت في الطريقه اللي خلاها الاف من جوه اهي. طيب عشان اشرح
كل التفاصيل هو مليان اوبريشنز. هتشوف نوعيات الاوبريشنز. في نوعيات دي سهله زي ايه؟ زي دي ايه؟ اكس او دي جوه الاف فانكشن، ودي برضه اكس او دي بره الاف فانكشن، دي اكس او بره جوه الاف فانكشن اكس او. الاكس او مش محتاج اشرح، تعرفين اكس او صح؟ الاكس او لو دخلناها ايه؟ 0 0 طلع 0، دخلناها 0 1 1 1 و 0 طلع 1 1 و 1 طلع 0، هي الدقه. لو الاثنين مختلفين تطلع 1، لو الاثنين شبه بعض تطلع 0، دي اكس او. طب لو 32 بت مع 32 بت هتعمل ايه؟ هتحطهم في بعض وتاخد كل بيت مع اللي تحتيه. لو هما 2 0 0 برضه تطلع 0، لو 1 1 برضه تطلع 0 برضه، لو مختلفين تطلع 1. ده اول بيت في الارض، ثاني بيت في الارض، ثالث بتطلع الارض بنفس السايز بتاعتها. دي فكره الاكس او رجع، فدي مش محتاج ان احنا نشرحها يعني. طيب هتلاقوا في حاجات اسمها بيرميتيشن تيبل، في اكسبانشن تيبل، في بيرميتيشن تيبل. خلاص؟ وفي حاجه اسمها سبستيتيوت بلوكس، دي اصعب خطوه في الهندسه. ودي اكتر خطوه فيها ايه؟ لعب. البريمتيشن تيبلز هتلاقيها مستخدمه كتير قوي، هنا ده بريمتيشن تيبل، ده بريمتيشن تيبل. وده بريمتيشن تيبل. يعمل ايه؟ سيركيليشن ليفت، سيركيليت ليفت اللي هو زي الشيفت ليفت بس ال ايه؟ اللي خرج مش بيطير، بيعمل ايه؟ بيلف هو اللي بيخش تاني. هو سامعك ده شيفت ليفت او ليفت شيفت بس هي اكشوال سيركيليت عشان بس عادي. طيب هتلاقي بره في الديسك في انيشال برميتيشن، ده برميتيشن تيبل وده برميتيشن تيبل وده برميتيشن. يعني ايه برميتيشن تيبل؟ البرميتيشن تيبل هو عباره عن لوك بيلخبط البيتس في بعض. ما بيعملش سبستيتيوت، بيغير ترتيب البيتس. طيب ايه البرميتيشن تيبل؟ هديك اكزامبل صغير. البرميتيشن تيبل بتبقى شويه ارقام. عدد الارقام دي هو عدد الاوتبوتس. الرينج بتاع الارقام دي هو الرينج بتاع الانبوتس. حاجه غريبه. طيب معناه ايه؟ تعالوا نبص كده. معناه ان اول بيت في الاوتبوت هو البيت رقم 2 في اليوم. اول بيت في الاوتبوت هو البيت رقم 2 في اليوم، وبالتالي هنا هيطلع 0. بالرقم البيتس من 1. البيت اللي عشان اخد رقم 1. خد بالك احنا كنا بنرقم من صفر في الكلاسيكال حروف. الاي كان رقم من صفر، هنا بالرقم من 1. اوعى اوعى. ف ده معناه ايه؟ ده معناه هنا اول بوزيشن هيبقى البيت رقم 2، ثاني بوزيشن هيبقى البيت رقم 3. تالت بوزيشن هيبقى البيت رقم 1، طبعا مش البيت رقم 6 وهكذا. طيب يبقى اول بيت هيطلع بكام؟ بزيرو. ثاني بيت؟ واحد. ثالث بيت؟ واحد. رابع بيت؟ واحد. خامس بيت؟ زيرو. البيت رقم 7 هو زيرو. هيطلع داخل انبوت طلع اوتبوت. مفهوم الكلام؟ فده شكل. ما تقعدش بقى تحطه في التيبل وفي الترتيب. بص ده الانبوت ده الاوتبوت. دكتور والفانكشن اللي بتخليهم راندوم ديت كانت جاهزه وهم جابوها جاهزه ولا هم عملوها؟ التيبل جيفن بالارقام بتاعته. هو تيبل. هو تيبل مانوال. تيبل مليان. افتحوا الكتاب كده هتلاقوا الكتاب مليان تيبل تقريبا. في اي امتحان انا بديك ورقه مليانه ديت. بس ما بقولكش ده انهي تيبل فيهم، انا بديك تيبل باسمه، انت المفروض عارف هو مستخدم فين وانت. وساعات بديك تيبلز زياده. يعني تيبلز انت عارف ودرسته بس مش موجود في الامتحان. بس واخدين اثر فين؟ انا بديهولك ليه؟ عشان انا مش عاوز اديك انت، انت هتستخدم اي واحد.
فهتلاقي جيمز في ناس بتعيش حياتها في جيمز ده امتحان. بس في النهايه كل التيبلز دي جيمز. طب هم اختاروا على اي اساس نفس السؤال اللي انا بقول لك ملوش معنى؟ ما التيبلز دي الناس اللي عملت الديسك نقلت التيبلز ده. هم عملوا ديسك الحاجات بتاعته سكيورتي تيست، بس هم عملوا جربوا التيبلز دي مش مبنيه راندم طبعا، بس في نفس الوقت مبنيه بالترايلز كتير، فمحدش بيشرح هي مبنيه على ايه اساس. واضح كده؟ تاني انت كطالب تعتبر ان الديسك دي ايه؟ بالمناسبه بروجرامنج وايز دي اصعب خطوه على فكره. لو انت تكتب كود الديسك اصعب خطوه ليه؟ عشان شغال على البيت ليفل. هبدل البيتس. لو كانت شغاله ايه؟ تبدل بايس كانت تبقى قريب وعملت سواب وحركات لطيفه جدا. انما شغال على مستوى البيت ده صعب عليك. بالمناسبه ده السبب الاساسي ان طلبوا ستاندرد جديد. ان لقوا الستاندرد القديم حلو على كده بس مش مناسب قوي ان انا ابقى شغال على مستوى البيت. اكيد هيبقى مور افيشنت لو اشتغلوا على مستوى البايت. بس ده ما كانش الناس بتفكر فيه. كان زمان الكمبيوترات كلها صغيره ما كانش حد يفكر في الايه؟ كونسبت ال 8 بي مايكرو بروسيسور ال 32 بي مايكرو بروسيسور ما كانش لسه كان لسه مطوله. الكلام ده بدا في السبعينات اهو. الجزء ده بدا التفكير في السبعينات. كان الموضوع بالنسبه لهم مش فارقه جدا عن البايت. بس بعد كده الاي اي اس الستاندرد اللي بعده ما بقاش شغال على البيت ليفل. اسهل حته بس اسهل حته على الورقه واصعب حته في البرمجه. بس سهل ككونسبت ما فيهاش حاجه اصلا. طيب هل دايما عدد الديس بتاعت الام قد عدد الديس بتاعت الاوت؟ مش شرط. انا ممكن اجيب لك تيبل عدد الاوت بيتس اكبر من عدد الانبوت بيتس. طب ده معناه ايه؟ لو انا عاوز اجيب لك عدد الاوت بيتس اكبر من عدد الانبوت بيتس ده معناه ايه؟ زودت في الانبوت حاجات ضمه. ده حياتي ليه؟ تكسير ايه على التيبل ده؟ هعرف الكلام ده بشكل التيبل. هتلاقوا ايه في التيبل؟ ارقام الفراغ. البيت هيظهر من غير البيت رقم 5 هيظهر في الاوت رقم 3 في مكان رقم 3 وفي مكان بعد شويه هتلاقي البيت رقم 5 تاني. ده اكسبانشن هيجيب بيتس منين؟ فده بيسموه اكسبانشن. الاوت سايز ممكن يبقى جريد ان الانبوت البرميتيشن تيبل كده. بص خدوا بالكم البرميتيشن تيبل ده ايه اللي حاصل فيه؟ البيت رقم 2 اهو والبيت رقم 2 اهو. البيت رقم 2 في الانبوت ظهر في البوزيشن الاولاني والبوزيشن السادس في الاوت. مفهوم؟ ولما اجي ارجعه بقى ارجعه ازاي؟ الاكسبانشن تقدر ترجعه لان مفيش انفورميشن ضارت. البيت موجود موجود صحيح مرتين بس موجود. مش عارف الاصلي بقى المسج الاصليه كانت لا لو معاك التيبل ده تعرف تجيب الانبوت بتاعك. لو معاك التيبل ده تقدر تجيب التيبل العكسي بتاعك. في عدد التركات اللي موجوده. طيب في بقى حاجه عكسيه ان الاوت سايز ممكن يكون اقل. ده معناه ايه؟ ان في ارقام مش موجوده. اكيد في ارقام مش موجوده يعني في بيت ما عداش ما ظهرش خالص. ده بيسموه ايه؟ كومبريشن مش اكسبريشن. بس ده في لوس اوف انفورميشن. يعني ده ما تقدرش في الاوتبوت تراجع اللي فات ايه؟ اللي فات ترتيبه العكسي يصغر ويرجع تاني تاني. مفهوم الكلام؟ نعم. هو ملوش معنى الا لو استخدمته جوه الاف فانكشن. هو الاف شرط ان انا بلبسه هو مستر حللنا المشكله اصلا. هتقول لي في يوسف ما بيقولش مش هتقدر تجيب الاف حتى قال لك ان الاف لازم تبقى الباس كود. لا خالص الاف مش الباس يعني الاف ممكن يحصل فيها يوسف ما بيقولش.
هو فيست العمل شايل لك كل الريستريكشنز اللي ممكن تقابلها. فده مستخدم. ده مستخدم بس مستخدم فين؟ في الاف. يعني في الريبيتيشن تيبل في الاف داخل له 48 بت خارج منه 32 بت. بس الاف مش بتصرف. انا مش عاوز مفيش حته بطلب ادخل الاوت بتاع الاف عشان اطلع الكيبل بتاعها تاني، مفيش حته في الالجوريزم كده اصلا. صح ولا لا؟ انت محتاج تكرر نفس الاف. محدش قالك استنتج ايه وتلحق الاوت. محدش طلب منك اصلا. المطلوب الاف ان اطلع نفس الاوت ولا نفس الاف. ده بيطلع نفس الاوت ولا نفس الاف ولا لا؟ ما دي التريكه اللي عملها ان هو شاكر عليك كل الكونسترينز وانت جوه الاف. بره الاف انت شغال باكس او وسكوير. مفيش حاجه بره الاف اصلا تقريبا ما بتعملش حاجه. اكس او وسكوير صح ولا لا؟ بس ادالك الحريه انك جوه اف تحط اللي انت عاوزه. انا هنا بيبقى اهم حاجه عندي ان المسج اللي جاي من بره تخش بقى على فيست اللي يحصل اللي يحصل لها، بس في الاخر اقدر ارجع مسج الاولانيه اصلا. ايوه انما وهي في النص بعمل فيها حاجات ما ينفعش ترجع. الاف فانكشن في فيست فانكشن، بص الاف فانكشن في فيست ايوه الاف في الانكريبشن ايوه مفيش اي خطوه تطلب منك تدخل الايكو ده تاني ترجع اللي دخل، لان في الانكريبشن انت بتستخدم ايه؟ نفسها في نفس الاتجاه. وبالتالي اف ما عليهاش اي شيء. واضح كده؟ طيب. طب دي اكزامبل للتيبل. التيبلز اللي عندنا في الكتاب بس شبه التيبلز دي بالظبط بس كبيره قوي. يعني الانيشال بريبيتيشن يا جماعه 64 انبوت 64 اوت. ده معناه ايه؟ لو التيبل 64 انبوت معناه ايه؟ ولو التيبل 64 اوت معناه ايه؟ كل واحد بيديك معلومه عن التيبل. لو التيبل 64 اوت معناه ايه؟ معناه في 64 رقم، ولازم هو كل رقم بيمثل اوت لوكيشن. ف 64 رقم. لو الانبوت 64 معناه ان الارقام اللي جوه من 1 ل 64. وعشان ما يحصلش لوست اوف انفورميشن لازم تكون ايه؟ كل الارقام ظاهره مش رقم للطالب. والا كده الداتا اللي داخله هيحصل فيها ايه؟ حاطين هنا حاجه. طب ده موجود فين؟ ده موجود هنا في الانيشال كوميونيكيشن. ده اياك يصير منه انفورميشن لان ده زوده على البيزنس ستراكشر. فده 64 بيت انبوت 64 بيت اوت. طب هم حاطينه ليه؟ لا هم لو زودوا اللخبطه شويه في الاول كده عشان هم يجربوا يا جماعه كل حاجه، يجربوا لو انبوت طول صفار. تخيل انبوت لو طول صفار الاتنشن بروتيشن مش لازم اصلا. الكي لو كله صفار حد هيحس ولا لا؟ الكي لو بقت برضه معمول عليه بريمتيشن وشيفت ست ما هو كله صفار شيفت. فحاطين ستيب مخصوصه عشان تضربك الكلام ده في النص، برضه مش هتطلع اصفار. فالناس دارسه الكلام ده بكل الاختبارات بتاعتها. فزودوا شويه خلاص. ظبطوا الدنيا على اساس كده. بحيث ان مفيش حاله خاصه. ما تقدرش تستنتج لو كتير من الداتا اصفار هيفهم الافضل. لو عرفت الداتا والسايفر بتاعها وتغير في الداتا 1 بيت هيتغير في السايفر قد ايه؟ اعمل ديس كونتراكت عشان كده حاطط اوبتيم. اوبتيمال يتغير قد ايه؟ لو اتغير 1 بيت في الانبوت اوبتيمال يتغير كام بيت في الاوت؟ ديسكو يتغير كام بيت في الاوت؟ لو اديت نفس الكي نفس التكست طلعت سايفر واستخدمت نفس الكي وخدت ترند خدت فيها بيت واحد نسيت السايفر يبقى مختلف قد ايه؟ يبقى كله متغير. كم بيت حديد دي رقم؟ هو كله 64 ال 64 كلهم غلط.
لكن لو هتغير الاربعه ستيب كلهم هيبقوا اكزاكت انفرس. يعني انا لو غيرت كل الديكس يا جماعه هيطلع لي نفس الريجستر نوت. ده مش صح، ده معناه ان السايبر دي ريليتد كريشن مباشره بالسايبر دي. طب اتغير ديك واحد ده معناه باراستاتيك اوبتيمال المفروض يبقى قد ايه؟ حوالين ونص. تمام؟ مش عارف يعني. لو زاد كتير عن النص معناه يبقى في ريليشن عكسي. اه لو الاربعه سنين كلهم اتغيروا ده ريجستر السايبر تكست اكزاكتلي السايبر تكست معمول عليها نقطه. دي علاقه وعلاقه واضحه. انا عاوز ما يبقاش في اي علاقه. لا ما تديش الكلام ده بوضوح. انا بقول لهم الناس اللي هي بتعمل الديزاين تفكر ازاي. حضرتك تقول الحته دي تاني؟ نعم؟ حضرتك تقول الحته دي تاني؟ تاني. السؤال نفسه الاجابه برضه. السؤال لو اتغير 1 بيت في البلين تكست ال 64 دي بلين تكست طلع البلين تكست قبل التغيير طلعت سايبر، بعد تغيير 1 بيت هتطلع سايبر مختلف. تفتكر احسن ديفرنس بينهم كام بيت بتغير؟ يعني الحاله دي مثلا لو كلها واحد وصفار هتبقى نفس الرساله بس واحد منهم بس كان واحد بقى زيرو. لا لو 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 اتغير بيت واحد في السايبر معناه انك انت لو شفت السايبر والسايبر اللي فاتت هتعرف معلومه عن البريدكس اتغير فيها 1 بيت. انا المفروض ما تعرفش اتغير كام. يبقى لازم التغيير يكون عنيف حتى لو التغيير في الايه؟ في البلين تكست صغير لازم التغيير ده ما يترفلكش في السايبر. فانا صاحب ايه؟ قال التغيير عارف واحد مديان ايه؟ ال 64 دي كلهم غلط. ليه؟ عشان لو 64 دي كلهم اتغيروا انت هتطلع نفس السايبر انفرتد. يعني ده معناه ان اي زيرو هتبقى واحد واي واحد هتبقى زيرو. اه بالظبط كده. ده معناه ان في علاقه برضه انا مش عايز اقول فيها علاقه. فاحسن حاجه تغير نص الجيس واني نص ما تعرفش شويه كده شويه كده. يعني مش عدد الجيس اتغير بيبقى مثلا حوالي الثلاثينات بس اني جيس فيهم كل شو كل ما تغير حته يتغير حته ثانيه خالص. ده بيسموه الديفيوجن كونفيوجن. الكلام ده هم درسوه كويس وهم بيعملوا الالجوريزم. هم بيفكروا في حاجات كتير قوي. انا اديكم اكزامبلز. انا بقول لكم كده ليه؟ عشان حد شويه يسالني هم ليه عملوا شكل التيبل كده؟ مالناش دعوه. ده انا بقول لك ما تفكرش، في حته تحول لك الكورس ده ما تفكرش. والمصيبه ان الطلبه ما تسمعش الكلام. وفي حته تحول لك فكر. تيجي في الحته اللي انا اقول لك فيها فكر ما تفكرش، الحته اللي اقول لك فيها ما تفكرش تبتدي تشغل مخك وتبدا تحط التاتش بتاعك. شغالين مكسورة. فايه؟ ففي الحالتين بتعمل العكس. فانا بقول لكم انت المفروض في الـ في البرميديشن تيبل تيبل زي ما هو خلاص شكل التيبل اهو. انيشال برميديشن. اول بيت في الاوت هو بيت رقم 58 في الانف. تاني بيت في الاوت هو بيت رقم 50، تالت في الاوت هو 42، رابع بيت في الاوت هو 34 في الانت. في كام رقم؟ 64 كان المفروض يكون جنب بعض بس حطوهم ايه؟ حطوا 8 وبعدين حطوا 8 بعدين. يعني هم هيتفرقوا كده ده ورا ده ورا ده ورا ده. الارقام اللي جوه تبقى من جنب كام؟ من 1 ل 64 ولازم كلهم يظهروا. وايه اللي هيحصل؟ لوس انفورميشن. ده مش جوه الاف الجاف ده انيشال برميتيشن انت هتخش عليه بلين تكست اصلا لو ضغط لو ضاع بيت مش هتعرف تقول ايه. عادي كده ان يبقى اي حد عارف الارقام دي كلها. اه ما يأثرش في حاجه تشوفها. اتفقنا بقى المره اللي فاتت السؤال الفلسفي اللي انا اتكلمت عليه المره اللي فاتت اللي هو عادي الناس تكون عارفه الالجوريثم بكل تفاصيله بس الحاجه الوحيده اللي ما اعرفهاش الكي. هو ده في كي بيتغير فيها ليه؟ الكي اه في كي في حته ثانيه خالص اه. يعني ده كي اهو.
المرحله اللي بعدها يعني. اه ده انا مش عارف الخطوات دي لسه في خطوات بتاخد من الكي بتعمل عليها خطوات. مش كنت فاكر ان ده كي. لا لا ده مش كي. وده مش كي يعني ده نفسه مش كي ده تغيير الترتيب. واضح الابلكيشن تيبل ده سخيف على فكره ولازم تجرب بايدك كده على تجربه بايدك يا عمال تستمتع بالفايل. لازم على الاقل تعمل ايه؟ تعمله كده كده مره ولا مرتين كده تجرب نفسك تحط البيتس التيم كلها تقاوم من واحد لغايه 64 وتبتدي تطلع البيتس بتاعتك سخيفه طيب ساعات لك ساعات بخليها مره خليت كل الانبوت صفار فاهم حصل وفي ناس قاعده تستخدم تيبل ولو جيت كل صفار ايه اللي هيحصل؟ كل صفار على الله يكس كلها صفار واديت الناس التيبل انا مش هشيل التيبل ما انا لو شلت التيبل يبقى انا مديك هيك مش محتاج فانا بسيب الطلبه تظيف يعني فانا بحاول اساعدك في الحاجات دي تريكات كده سهلان اخلي اول نص صفار والنص التاني بحاجة فكل الارقام اللي قال من 33 1 ل 32 كلهم صفار فانت تفكر تبص على رقم تيم وقال تيم ولا لا بقول لك اول 32 تيم صفار وبعد كده 32 بعدين بواحد فساعتها ما تقعدش تفكر 56 ده هيبقى جاي كام؟ واحد يعني ده النص الثاني ده النص الثاني وهكذا اي رقم اكتر من 32 هيبقى النص الثاني ما فيهوش حاجه فانا ممكن اديك شويه تركات تخلي العنايزه واضح كده؟ ممكن الرقم اللي يقبل الاسم على اربعه يبقى 1 والباقي كله بالظبط فقلت لك ايه ممكن اسم تستنتج المعلومات الناس اللي هتشغل في شكل الانبوت هتقدر تستنتج الاوتبوت بسهوله. الاوتبوت 64 وخارج 64 ده لو حصل اقل هيطير من جزء ده اللي بيخش له البلين تكست هيطير من الاقل ولا اكتر. طيب تعرف تستنتجوا التيبل العكسي في اخر خطوه بعد كل راوند بعد اخر سؤال في العكس بتاع التيم بتاع عشان تكسروا بعض. تعرف بس التيم العكسي؟ 64 ناقص يعني لو اديتك تيم بتعرف تستنتج عكسه؟ عكسه يعني ايه يا جماعه؟ عكسه يعني حد يقول لي كده عكسه يعني بس قولوا لي بطريقه اوضح شويه. بالظبط هو عكسه معناه لو دخلوا الاوت يرجع ايه بوتين وده عكسه. طيب انا هكتب بوت دي ولا على الصفور مش عارف الماركر معناه ايه؟ حد معاه ماركر؟ ايه دفع الجهاز؟ هكتب بوت دي ولا على الصفور اصل الدي عيب ان هو كبير. انما لو ديبو صغير بتعرف تستنتج عكسه بسهوله. تعالوا نعمل تيبل اربعه بيتس. تيبل مثلا او ثمانيه بيتس. خمسه واحد اربعه اثنين ايه فاضل ايه؟ ثلاثه سبعه سته فاضل ايه؟ ثمانيه. ده تيبل نخش له ثمانيه وبيخرج ثمانيه. لو دخلت مثلا A ده معناه ايه؟ 1 0 1 0 1 0 1 0 ده معناه ان الرقم فردي هيبقى 1 ورقم زوجي هيبقى 0 دي التركات اللي انا هحطها في النص عشان اسهل لك حياتك شويه فده هيطلع رقم بقى 1 2 3 4 5 6 7 8 اهو لو خدت بالكم الارقام الزوجي كلها اصفار والارقام الفردي بورقه واحده
هتطلع زيرو هنا واحد هنا واحد هنا زيرو ها زيرو واحد واحد طبعا. انا عاوز بقى التيبل اللي يخش له ده يرجع لي ده ايه؟ ده اسمه الانفرس تيبل. حد يعرف استنتاجه؟ 8 بص يا شباب استنتاجه سهل. حد يعرف انت اول رقم ده كام؟ بالظبط كده. بص على واحد راح فين؟ مش انت كان نفسك تراجع هنا اول بيت؟ بص على واحد راح فين؟ راح هنا. ده المكان رقم كام؟ 3 هيرجع هنا خمسة. ليه؟ الاثنين راحوا في البوزيشن رقم خمسة، أنا عاوز أجيب في البوزيشن رقم خمسة ليه؟ الثلاثة راحت فين؟ ستة. الأربعة راحت فين؟ أربعة. خمسة اثنين ستة ثمانية سبعة سبعة ثمانية ده الانفرستيبل. نجربه هنعمل ايه؟ هندخله دول ونشوف الاوت بتاعه دول اب 1 2 3 4 5 6 7 8 ده نجيب رقم 3 يبقى بكام؟ 1 نجيب رقم 3 هنا ب 1 يبقى ب 1 5 0 6 1 4 0 2 1 8 بزيد 7 و 1 بزيد ده الأوف. نعم. هو انا ما عملتش خطوتين ولا حاجة. بس يعني انا بس الارقام استرشاديه بس عشان نتفكر انا مش هشرح لك ما عملتش خطوه دي. انا بستنتج من التيبل ده التيبل ده. انت ممكن تبص لده تطلع ده مفيش اي. انا كنت بس بتشيك بوريك هو بيشتغل ازاي. انما انا ممكن امسح ده وامسح ده وامسح ده واقول له استنتج من ده هتستنتجها. الواحد ما عرف ايه؟ انه جاب رقم ثلاثه الاثنين ما عرف انه جاب رقم خمسه ودي خطوه. انا بس اوريكم احنا بنشتغل ازاي. فاديتكم انبوت ووريتكم الاوت بتاعه طلع ازاي وخدنا الاوت دخلناه على الانفرس راجع ايه؟ راجع ايه انبوت تاني. انا بس بثبت لكم ده الانفرس. مفهوم كده؟ طيب احنا نقدر نطلع اي علاقه بين الجدولين ولا لازم امشي على رقم رقم وادور عليه؟ لا رقم مفيش اي ريليشن مفيش اي علاقه. بس هو المعلومه اللطيفه ان الانفرس تيبل اللي عندها جيب برضه يعني انت برضه بتقول ان شاء الله يخليك تقعد ايه؟ في الامتحان تقعد انفرس ال 14 كلهم. بس اول رقم في التيبل بتاع الانفرس تفتكر ايه؟ بص الواحد راح فين بقى؟ بص الواحد فين بقى؟ ده بقى كام بقى؟ 8 13 24 32 وبعد كده الثمانية اللي بعديهم 40 فهو البوزيشن رقم 40. فأول رقم في التيبل بتاع الانفرس هيبقى 40. بس يعني دي تريك ياخد خلاص؟ اتفقنا؟ الانيشال بريمتيشن هو كل اللي بيعملوه ايه يعني ايه الانيشال بريمتيشن؟ يعني الانفرس بتاعه مستخدم فين؟ اخر خط بعد اخر سؤال ادي الانفرس بتاعه وبديك الديتيل بتاعه. اول رقم في كام؟ 40. بس انا بديك الديتيل انا عاده لما برضه في الانفرس فتره كده بديك الديتيل وانا صغير هو كان الانفرس بتاعه. اسمع انا من حقي بقى ايه العب معاك من الصبح. بس التيبل المستخدم في الديسك هو التيبل ده بالظبط. ده
ده الانفرس بتاعه لو ايا كان انيشال ميوتيشن اي بي اسم التيبل اي بي انيشال ميوتيشن اسم التيبل ده اسمه اي بي ماينس 1 اللي هو اي بي اس ماينس 1 الانفرس بتاع الانيشال ميوتيشن لازم تكون عارف اسم التيبل لان انا مش هقول لك ده ايه انا هكتبك التيبل واقول لك ده اي بي ده اي بي ماينس 1 لازم عارف استخدمه طيب اتفقنا كده احنا عرفنا ايه خطوتين ده دول سهلين دول اللي معمول جوه الفيست دول الضغط على الفيست طيب معلش تاني ايه لازمه ولا يعني هم قصدين يزودوا اللخبطه بتاعت الفيديو عشان لو في ستراكشر لشكل الداتا فيها ست خدت بالك من الداتا لو كانت سيمتريك مثلا في الانبوت ما بتطلعش نفس السيمتريك هم قصدين ان هم لو في شكل معين في توزيع البيتس الانيشال كومبيتيشن ده بيبقى واضح مفهوم كده؟ طيب ده اخر بيرميتيشن تيبل دي كل البرميتيشن تيبلز اللي مستخدمه ده برميتيشن تشويس 1 ده بيخش له 64 بيخرج كام؟ 56 ده كتير خدوا بالكم ده هنا في ايه؟ في لوس عشان كده كتير مش هتقص كتير انا قدرت الكيل بتاع الفيس كام؟ 56 هو ده شكل اسمه بي سي 1 برميتيشن او كوميونتي تشويس 1 ده 64 بيت بيخش له 64 بيت كي بيطلع 56 بيت بيلخبطهم عشان الكي محتاج برضه شويه لخبطه وبيشيل 8 ده معناه ان ال 8 دول مالهمش تاثير خالص ما بيفرقش الخط بتاعه ال 8 دول لو خدتوا بالكم هي الارقام المفقوده من الارقام دول 56 بيت دول لو خدتوا بالكم الصف بقى 7 مبقاش 8 دلوقتي هتلاقي ان الارقام المفقوده هي الارقام اللي بتبدا تسمع على 8 مش هتلاقي 8 ولا 16 ولا دي رقم 8 ولا 64 مش موجود ولا 16 ولا 24 ولا 32 دول بيتس مش مستخدمه عشان كده كي بيتس مش 64 كي بيتس ايه؟ 56 وده بيلخبط وبيشيل الثمانية اللي هو مش طيب نروح بقى ايه على الضغط. احنا هنقعد المحاضرة دي متخيلين بالظبط بيحصل ايه كل يوم. عاوزين ايه؟ واحد بعد احنا فهمنا ده صح؟ بس ايوه ده تيبل. والاخراني تيبل برضه. بس ده العكس بتاع التيبل. الراوند مبنية على ايه؟ على فيست انستراكشن. طيب عاوزين نحفظ الرقم. دي الاف فانكشن. الاف فانكشن شكلها ايه؟ معقد. بص بقى انا هحولها لك بطريقه، الطريقه دي اسهل طريقه انك تفتكرها دي. تفتكر دايما اطوال الريجسترز. يعني كل حاجه تقولها لك. الرقم يخش لها كام؟ 64 بيت بتقسمهم نصين صح كده ولا لا؟ نص ايه؟ 32 ونص 32 ال 32 دي بتخش على الفانكشن تطلع 32 اكيد يعني خلاص؟ بتعملوا اكس او تطلع 32 بيت كده و 32 بيت الموضوع الزياده ان الكي الكي بتاع الراوند مش 32 بيت الكي بتاع الراوند 48 بيت دي هم عملوا ديزاين كده الكي بتاع الراوند 48 بيت لاحظت لينسز كويس كل حاجه هتظبط طيب الالف فانكشن بتعمل ايه؟ بيخش لها انبوت وكي الانبوت كام؟ 32 والكي كام؟ 48 الاساس جواه عمليه الاكس او ما بين الاثنين بس ما ينفعش الاكس او حاجه 32
على حاجة 48 تحققها من 32 يخليها 48 فهتعديها الأول على expansion table. ده table بيكبر الـ expansion table يعني ايه؟ هو table ايه المميز فيه؟ هيبقى فيه أرقام متكررة ليه؟ عشان داخل له عدد أقل من الأرقام. مهمته ايه؟ يلخبط وفي نفس الوقت يكبر. طيب كده بقى الاثنين بنفس الطول تعمل ايه؟ تعمل ميكس بول. طب انت نفسك تطلع الاوتبوت كام؟ 32 ترجع تاني. اللي هيجي في دماغكم انك ترجع تاني ليه؟ لو عملت البرميتيشن تيبل دي صغر تبقى زي الفل. هنا لازم تتوقع مش كل حاجه برميتيشن وتسوق. الحته دي لازم تتحط. لازم في حته تكون شكلها غريب. ليه يا جماعه؟ الكيلو كله صفار والداتا كلها صفار، ايه اللي هيحصل؟ كل حاجه هتبقى صفار. والاكس هو ما بين صفر وصفر هتطلع صفر. في كارثه يعني. هتلاقي الراوس لا تطلع صفار. والكيات كلها طلعها صفار، كلها عملت شيفت وبرميتيشن. الكيات بتتجنريت بشيفت وبرميتيشن. فده معناه انك لو دخلت صفار وتجيب صفار هيطلع الاوت سايبر تكس بعد 20 داون هيطلع بصفار. الكلام ده ينفع. لازم يبقى في خطوه اسمها نون لينير، حاجه كده ملهاش علاقه بالانبوت خالص. لازم تطلع فاليو ملهاش علاقه بالانبوت بوضوح. ما يبقاش ترتيب ولا الكلام ده. ولا اكس او، لان الاكس او برضه لو دخلها صفار من الطرفين هتطلع صفار. الاكس او لو دخلها حي من ناحيه بتنفرت الناحيه الثانيه، فبرضه علاقه. فلازم تحطوا خطوه من هنا، الخطوه دي هتبقى يسموها الاس بوكس، ودي اكتر حته سنسيتيف جوه الاكس. هي شغلتها الوحيده في الحياه عشان لو حد بعت صفار ده عشان ما يبقاش في علاقه مباشره ما بين الاوتبوت ودي. وحطها هو ايه الفانكشن دي؟ عشان الشرط تبقى ريفرسبل فخدوا راحتكم. فاهم كده؟ عشان يقتلوا العلاقه بين الاثنين. خلاص يبوظوا العلاقه خالص. طيب دي الاس بوكس دي اعقد خطوه في الالجوريزم. هقولها بالتفصيل بس بعد الاس بوكس. الاس بوكس هتعمل ايه؟ هتاخد ال 48 وتطلعهم ل 32. بعد كده هيعمل عليهم كوميونيكيشن زياده من 32 ل 32. ده بس بيلخبط على الاس بوكس عشان كمان يزود الافكت بتاع الاس بوكس النون لينيرتي تزود عليها الكوميونيكيشن عشان حتى ما تحسش اللي خرج من نفسه تماكي ولا لا. وبعد كده ال 32 دي الاوتبوت دي مين؟ دي اللي هتخرج من هنا تعمل فيها ايه؟ اكس او. طيب الخطوه دي عباره عن ايه؟ عباره عن ايه؟ تيل هتقول خلاص مش محتاج اشرح ده تيل. ايه المميز في التيل ده؟ كان في ارقام هتبقى اسمه ايه؟ اسمه الـ E table، expansion table. يعني حاجتين تاني table وهتبقى في النت اكستن او مش هتبقى حتى expansion، تبقى الـ E table. بس معاك بس النت دي. الـ XO صعبة الخطوة دي؟ يا باشا حاجة 48 دي مع 48 دي. دي اللي هنحتاج نشرحها كتير شوية. بعديها الـ B table ما فيهوش اكتر، هو 32 دي بتخلي 32 دي ما فيهوش اي حاجه لا بيكسباند ولا بينكسر. فخلاص كده احنا خلصنا الراوند. انت نفسك تعرف الراوند؟ خلصت الراوند. فاضل فيها خطوه واحده لما شرحناها. طيب ادي الاكسبرشن دي اهو اهو ادي الاكسبرشن مش هشرحها. خدت بالك ولا في ارقام ايه؟ من ورا بص خمسه ولا خمسه؟ 9 13 تلاقي 5 9 13 ممكن تكرر.
انا مش هشرح ادخله كام؟ 32 هيخرج منه؟ لازم يكون 42 عشان يقدر يبقى نفس الهيلز تأكيد تعرفه عشان اقدر اعمل مجنون طيب الاكس او تعرف تعمله ولا لا؟ يا خوف نيجي في الهيكل ونتصدر طيب بعد كده اصعب دي الخطوه اللي ما ينفعش تتقاليها ما ينفعش تشيل اصفار وتطلع اصفار ما ينفعش تشيلها ايه وحايد وتطلع وحايد مثلا فعشان فيها علاقه مباشره بالاثنين خطوات المفروض تبقى العلاقه لا يمكن استنتاجها بشكل طيب هو حطها في خطوه كومبريشن يعني حطها حلوة قوي صار عارفين ليه خط الكومبريشن؟ عشان ما تقدرش تستنتج الانبوت الكومبريشن أعلى مميزات أي خط الكومبريشن ما تقدرش تستنتج الانبوت من الأوت يعني حاجة يعني في كذا انبوت هيجيب نفس الأوت هو يعني اختارها صح اللي بيفهم يدرك مدى جمال الموضوع يدرك الناس يعني في ستراكشر ده لو انا شرحته له كده وخلاص تحس ان الراجل ما عادش حاجه هو لسه بيف كده وعمل كده وخلاص حتى ما عدتش كتبت ليه بس لما تفهم ان هو كده شايل كل الريستريكشنز على اللي ممكن تحطها هو ليه بس كل انفستمنت ده حلو جدا هنا نفس الكلام محطوط حته بحيث ما تقدرش تستثمر علاقه بالاوت والانبوت خالص طيب عملوها ازاي؟ عملوها سموها حاجه اسمها الاس بوكس. الاس بوكس دي بيقول لك 48 بيت هتقسمهم ل 8 اس بوكس يبقى كل اس بوكس هياخد كام بيت؟ 6 بيت يعني 6 8 48 هتخرج 32 بيت يبقى كل اس بوكس المفروض يخرج كام؟ 4 بيت عشان تجمع ال 32 بيت من 8 اس بوكس يبقى الاس بوكس عباره عن ايه؟ عباره عن بلوك بياخد 6 بيتس يطلع 4 بيتس. هحتاج منه 8 بلوكات. هياخد 6 في 8 48 يطلع 4 في 8 32 هو ده الغلط. طب ايه الواحد ده اللي بياخد 6 بيت ويطلع 4 بيتس ده شغال ازاي؟ شغال بماتريكس لطيفه كده. ماتريكس وهما اللي قالوا الفاليوز اللي جوه الماتريكس وقالوها بطريقه ما حدش عارف هما غالبا باي ترايل وما حدش شرحها. دي احد الويك بوينتس في الالجوريزم ما حدش عارف اسم بص دي اتفاجئت عليها اساسا. بس هي بتطلع رقم لينير تمام. ايه بقى؟ الاس بوكسز الاس الاولانيه دي عباره عن تيبل كام صف؟ كم صف؟ أربع صفوف. هي يا جماعة كم؟ ما لو كم عمود طب قد إيه؟ كم صف؟ أربع صفوف. 16 عمود. طيب بنعمل إيه؟ بناخد الستة بيتس الإيمبوت. بصوا بقى بناخد الستة بيتس الإيمبوت. ناخد البيت الأولاني والأخراني نحطهم جنب بعض. وناخد الأربعة اللي في النص جنب بعض. البيت الاولاني والاخراني جنب بعض هيتراوح رقم من كام لكام؟ 2 بيتس هيتراوح رقم من كام لكام؟ من 0 لغايه 3 ده بيحددوا لك رقم الصف. بيحددوا لك رقم الصف. ها الاربعه بيتس اللي في النص بيحددوا لك رقم العمود من 0 لغايه 15 لان العمود بدات من 0 لواحد رقم العمود الواحد ان في باينري لازم يبقى من الصفر. تعمل ايه بقى؟ تروح للوكيشن اللي في الصف الثاني العمود العاشر. العمود العاشر ده 10 لا اللي هو العمود ال 11 الاول عمود رقم صفر. وتروح رايح على المكان ده تاخد الرقم اللي جواه. الرقم اللي جواه كام؟ 9 تكتبه على 4 بيت ضرب 4 بيت اهو. تاني الاس بوكس
اس بوكس عباره عن تيم كم صف؟ اربع صفوف. ها كم عمود؟ 16 عمود. داخل له 6 بيس. تلاقي في 6 بيس دول تاخد الاربعه اللي في النص يحددوا لك رقم العمود، ويبقى اولاد والاخرين تلزقهم بلاش تقدمهم يحددوا لك رقم الصف. تاخد رقم الصف اللي هو من 0 ل 3 ورقم العمود اللي هو من 0 ل 15 وتطلع الايلمنت ده اللي في الصف ده والعمود ده، تعمل ايه؟ تكتبه على 4 بيتس هو ده الايه؟ في الاوت. فالاوت رقم من اوت رقم كام؟ 9، فتكتبها 1001، تعرف تكتبه 9 رقم كده. طيب ده بالنسبه للاس 1. طب لو كان طب للاس 2 نفس الكلام بس ماتريكس غير. عارف لو استخدم نفس الماتريكس هيحصل ايه؟ لو استخدموا نفس الماتريكس الاس 2 لو دخل 6 بيس نفس 6 بيس هيطلعوا نفس الرقم. هم عاوزين يدمروا الموضوع ده خالص. فعملوا كام ماتريكس؟ 8 ماتريكسين. كل اس بوكس ده الاس الاولاني. يعني انا بجيب لكم كده في صفحه كده في الداتا شيت كده فيها 8 من اس 1 لغايه اس 8. هم كلهم بيستخدموا نفس الطريقه، الفرق بينهم ايه؟ الارقام مطبقه من كل واحد عن الثاني، لو دخل نفس الدين والاس اللي جنبه طلع عرض مختلف. تخيل انا دخل اصفار. لو دخل اصفار معايا يا جماعه، لو دخل اصفار اول صف اول عمود ما فيش اصفار هتاخد الرقم ده، الرقم ده مش بصفر يا جماعه، والرقم ده مختلف ما بين ايه؟ ما بين اس بوكس واس بوكس 3. طلع لك قلتي طلع لك هنا بقى تبقى العلاقه رقم لا يمكن استنتاج. خدت برضه الرقم هنا كام رقم جوه اللي فيه ده؟ 4 في 16 بكام؟ 4 في 16 بكام؟ 4 في 16 بكام؟ 4 في 65 65 4 في 16 65 انتوا بتبشروا لي انا اشوفه في الورق. عارفين اللقطه بتاعت محمد هنيدي موجود صفر؟ ده اللي بيحصل فيكم بالظبط كده قوي ايه؟ اول امتحان كده ولا صنعه كده في سؤال ببقى حاطه في الاخر كده لما بعوز ايه؟ اتسابى اروح رايح مصحح السؤال ده بيبقى بعيد. احسن ناس احسن ناس اللي بيسيبوا السؤال فاضي واللي بيحلوا صح. في بونص بعد السؤال اسوأ ناس اللي بتجري اللي بتجري هي مش عارف اصلا ايه الموضوع بس مش عارف اسيب سؤال فاضي، اسيب سؤال فاضي ازاي؟ ده ببقى متغاظ منه جدا ان انا بحاول اكتشف. بصوا يا جماعه الفرق بين اللي بيغلط واللي بيجري اكتشافه صعب. ليه؟ لو غلط تخيل ان انا غلطت ممكن اشيل ريشه، انا طبعا مش حاطط ممكن ده في الحياه، بس لو غلطت البيت ايه اللي هيحصل؟ وانت بتعمل اكس هوم كده خدت بالك؟ غلط البيت ايه اللي هيحصل؟ الموضوع هيتراجع تاني اوت غير. فانا بقعد اركز لما الاوت تكون غلط اشوف الغلطه هتبقى ايه. وساعات الاوت بتبقى صح وفي غلطتين، واحده كنسلت الثانيه. تنقص مرتين. الاوت صح. لا انا باخد بالي من الخطوات. المصيبه في مين؟ في اللي بيكتب كلام فارغ. انا بقعد افتكر الراجل ده كان قصده حاجه ونسي. طب غلط، طب هو ممكن نقل رقم تاني غير الرقم اللي موجود. خد دي وغلط، اقعد اشوف الارقام اللي جايه خد دي وغير دي، اقعد اشوف مثلا دي ممكن تيجي بمنطق دي، وبعدين بعد ما اكتشف بقى ان مفيش ولا احتمال موجود بياخد الصفر وانا عندي غلط شديد.
ما انا مش عاوز ادي الراجل اللي غلط غلطه من ناحيه الغلط ما اديلوش صفر. بس الراجل ده بيستاهل الصفر. انا بقعد اشوف اللوجيك اللي ممكن يكون مش عليه. لو في لوجيك مظبوط بيفضل. لو اللوجيك بقى كله مضروب الراجل ده بياخد صفر ومعاه كمان نيجاتيف انرجي ممكن تطيره السؤال اللي بعده. وعشان كده بعمل ايه؟ بحب بصحح سؤال سؤال عشان ما اشوفش وشه. لما يلف الديبريشن تاني. وعلى فكره في واحد بيعامل معايا لدرجه ان اول ما تيجي ورقه الديبريشن اللي بعدها بتعب. فبقى ايه يعني احذروني لو بتهري ريحني قول لي ما اعرفش. هتاخد الصفر من حالتين. بس هتاخد معايا ايه؟ في كده رضا نفسي كده الراجل ده كويس محترم اديله اي كلمه كده اديله على درجتين ولا حاجه راجل كويس. انما التاني ده انا بطلوش. يعني بياخد الصفر وبياخد معاه يستاهل يخلص كمان. فما تهريش انا مش عارف ايه لو غلطت هروح لك على الارض دي. بس ما تهريش حته مش عارفها سيبها. يعني ما حبيتش تقول اي كلام. وفي الماده دي كلها ارقام. فبتقول ايه كلام في الارقام ازاي مش عارف. بس في ناس في ناس في ناس بتكتب والله العظيم كل سنه لازم مش عارف يعني عشان مش لازم كل سنه بس كتير حصل بيكتب لي اسئله تاني بس مش عارف متخيل ايه يعني انا مش عارف لو سالت ورقه فاضي ايه بقى؟ قاعد بتسال مثلا امتحان في قرار يكتب اسئله تاني والله انا هتكتب يقعد يعمل اي حاجه؟ يقعد يعمل اي حاجه؟ يعني بلاقي اسئله مكتوبه ليه انه بقعد ادور في اجابه وما فيش اجابه. طب تعب نفسه ليه؟ طب يعني استاهل تتحبر على ايه يعني؟ ما فيش. ف في حاجات غريبه بتحصل كل سنه يعني لازم يبقى في كام ورقه كده غريبه. انا بس بنصح لو سمحت ركز بالضرب عشان اخطائها تبقى صعبه. الحاجات دي اخطائها سهله عشان كده ركز بالضرب عليها. وما تهريش لو حاجه مش عارفها سيبها. لا ما تحاولش تالف تاليفه كده تخليني انا ابقى متضايق وانا صح. طيب هو الديسك ده عموما كان بيستخدم في ايه؟ الديسك ده كان بيستخدم في ايه؟ يعني ايه؟ يعني ده مثلا ما كانش ايام حرب مثلا ولا حاجه ولا ده اه طبعا مكانش قدرات اه ده ما بيستخدموه في ايه يعني بقى؟ عشان هو معقد قوي فبعرف لازمته ايه في الحياه او بيستخدم في ايه؟ ده الديس عموما كله مش الراوند عشان ايه شرطات؟ عشان ايه شرطات؟ ليه بقى هو معقد قوي كده؟ عشان يكون العلاقه بين الانبوت والاوتبوت فيري كومبلكس عاملين 20 راوند بشكل تخيل بقى. دول كانوا عاملينه كانوا بيشفروا بيه ايه؟ كانوا بيشفروا بيه ايه؟ الميلتري مثلا اول حاجه تعرف يا جماعه بصوا قاطره الريسيرش العام كله كان في حاسب عسكري. كل الحاجات اللي ظهرت في الاول ما في حاسب عسكري. يعني ايه؟ برنامج ناسا بتاع الفضاء ظهر بناء على ايه؟ بناء على تصميم الصواريخ اللي حصلوا عليها من الالمان بعد ما نزلت. والالمان كان عندهم مشروع صواريخ ضخم جدا جدا متخطط جدا على العالم كله. يعني اول قسم الصواريخ ده كان ظهر في المانيا كان حاجه غريبه بالنسبه لهم. كان في طيارات بس كان في حاجه اسمها صاروخ كده حد بيسوقه ده بالنسبه لهم حاجه عجيب. لو بتتفرج كده على افلام الفي 1 والفي 2 ده كان حاجه فظيعه. الفي 1 والفي 2 ده كان اول فيرجنز من الصواريخ كانت سرعتها وكانش فيه ضغطات صواريخ كان فيه مدافع كده تقعد عليها كده مفيش كان سريع جدا المدافع دي مالهاش اي لازمه وامطروا بيها لندن. فالكورس بتاع الصواريخ ده كان علماء صغيرين في السن يعني كان رئيس العلماء بتاع الصواريخ الالمان كان عنده 28 سنه. كانوا الناس بتاعت ناس عباقره كده كانوا الالمان بالذات كانوا مميزين في المال والكنترول مميزين جدا. فالابحاث بتاعتهم هي اللي على اساسها اتعمل كل الريسيرش بعد كده التصميمات بتاعتهم على الصواريخ
استخدمت الصواريخ بعد كده العسكريه والصواريخ كمان بتاع برضه الاقمار الصناعيه كل الكلام ده كان بيطلع في الحاجات. فالطبيعي ان بدايه استخدام الحاجات بتبقى فين؟ في الديليتري. الناس بتوع الديليتري مش عايزين يستخدموا الطرق القديمه اللي عليها ستاتستيكال اناليسيس. الستاتستيكال اناليسيس سهله ولا صعبه في الكمبيوتر؟ سهله جدا. يعني كانت صعبه على الورق والقلم، فالناس بقى محتاجين واحد عبقري يقعد يبص كده ويشوف البطه اللي بيكرر فين والكلام ده. الموضوع بقى خلاص. فكانوا محتاجين حاجه معقده الكمبيوترات نفسها ما تقدرش تضربها. فده كان اول ستاندرد للانكريبشن. الكمبيوتر نفسه محتاج وقت طويل عشان يجيبه. عشان كده الدنيا معقده. واضح؟ طيب اخر خطوه في الاف في الاف ها دي دي ايه؟ تيرو داخله كام؟ 32 خارج منه 32 صعب الكلام ده؟ طيب كده بقى احنا فهمنا ايه؟ احنا فهمنا كل اللي على الشمال ده. حد في اي مشكله في اللي على الشمال ده؟ كريشن بريبتيشن ده ايه؟ تيم الراوند 32 و32 تقسمهم نصين، النص اللي على اليمين يخش على الدب النادف بتعمل له اكس او مع النص اللي على الشمال سواب. في الاخر خالص في سواب زياده. وبعدين الانفرس بتاع الانيشال بريبتيشن اللي تي وتي. طيب الراوند الواحده اللي فيها اللي على اليمين يخش على الاف. الاف فانكشن عباره عن ايه؟ هي عباره عن اكس او ما بين الكي وبين اللي داخلها، بس عشان اللي داخلها 32 والكي 48 هيعدي اللي داخلها الاول على اكسبانشن اي تي. طيب يعمل اكس او وبعدين تطلع 48. يطلعوا ال 32 ازاي؟ اصعب خطوه في الموضوع اللي هي الاس بوكس 48 قسمه 6 6 6 6 8 6 يطلعوا 8 4 من اس 1 او اس 8 هم نفس الاوبريشن بس باختلاف الماتريكس بتاعتها. تطلع 32 دي تعدي على تيبل بي يعني لهم لخبطه بس بريبتيشن تيبل. يطلع ال 32 دي تديك دخلت من الاف اللي بتعمل بيها ايه؟ زوج تبقى اكس او مع الاف وبعدين تعمل سواب وبعدين تكرر العمليه. هل الكلام ده واضح؟ اللي عاوز يسال في الجزء ده قبل ما نخش جينيشن بتاعتنا. هو الخطوه اللي هي ال 32 بي دي سواب لازم ابدا بيها برضه في الديكريبشن لا ده دي اللي بتكنسل اخر راوند لو انت فاكر هتلاقي اللي اثبتها المره اللي فاتت. بالمناسبه الانيشال ريبيتيشن انفرس اللي في الاخر بيكنسل الاولاني بتاع الديكريبشن. يعني مش محتاج بقى اعكس لا لا خالص ده هم معودين عشان تعملوا بنفس الطريقه. الفرق بين الانكريبشن والديكريبشن حاجه واحده ايه؟ ترتيب استخدام الكيس بس. مين كان عاوز بالنسبه للكي ذات نفسه احنا الاول خليناها 56 وقلنا ان هو اصلا المفروض يبقى 56 تمام؟ بعد كده رجعنا خليناها تاني 48 48 طلعنا منه 16 راوند خد بالك الراوند مش 20 راوند و16 راوند في الديسك طلعنا منه 16 راوند ازاي نطلع من 56 دي 16 كي كل واحد منهم 48 انت لسه مش هتحافظ بس هو الجزء اللي فاضل انا ليه اصلا خليت 48 ما انا خليت 56 وجيت عند الراوند وكبرت ال عشان ما تطلعش نفس القيمه لكل راوند لازم كل راوند مكتوبه في كده يعني لو دخل نفس الكي كل راوند تاخد قيمه مختلفه كي واحد اللينس بتاعه بتكلم على اللينس ليه لا اللينس بتاعه 48 اه ليه قللته بقى؟ ممكن اسيبه زي ما هو 56 واكبر البلاي ستيشن السؤال ده يبقى في العلم يا جماعه هقول لكم حاجه بس لطيفه عشان نخفف في الجو شويه. في العلم خلاص؟ السؤال ده ملوش معنى حتى في الفيزياء. يعني ليه الاجسام بتتجازف؟ محدش يعرف. هم اكتشفوا انها بتتجازف بالقانون ده. السؤال ليه ده؟ طب ده بس ده مش فيزياء ده ناس حطت الكلام ده.
بس هو الغلطه عملت تجارب كتير وطلعت البيبر. محدش قال لي هاني ازاي؟ السؤال الحقيقي هو هاو مش واي. ها ايه؟ في الكتاب يا جماعه هنرجع للاجابه على طول. الحاجه الوحيده المفروض تكون مجهوله كل الحاجات الثانيه معروفه ومعروفه بالديبوز. ها الفلاح مش شرط بس التيبل لا التيبل بتاعها هو مش شرط. بس يعني لو قعد حاجه يبقى البرنامج الياريتي بتاعت الاس بوكس بالطياره معاك. يعني خلي بالك انت عملت اوبريشن معقده فما تجيش بقى بعد ما تطلع التعقيد ده وقعدت في الاس بوكس تروح تشتري بيتس منهم ايه؟ الطياره. فعشان كده ما اظنش ان هي الطياره. نعم. انا عايز اسال الجزء اللي على الشمال ده خلصان كده؟ ايوه. هو ايه 32 بت سؤال بعملها ل 64 بت؟ يعني اليمين يروح للشمال والشمال يروح لليمين بس اسمها 32 بت. دي موجوده في الرسم بتاع القسم. طيب السؤال اللي هو في كل رقم محتاجين اي طول قد ايه كل رقم؟ 48 بت. كام رقم؟ 16 رقم. احنا محتاجين ايه؟ فيزيكا كده. الكي اللي داخل لي اصلا طوله 64 وعملنا له سيتيتش ب 56 للبي سي 1 قلنا على البي سي 1 فطلع 56. اذا طلع من 56 دول 64 48 مش واحده بس 16 واحده 48 و16 واحده مختلفه. هو ده اللي ايه؟ الجزء اللي على اليمين ده ده اسمه كي جنريشن. سهل مش صعب. ممكن ناخد اول 48 بعدها شفت واحد 48 شفت واحد 48 ده هيخلي العلاقه برضه بسيطه هو ما عملوش كده. تعالى اوريكم هم عملوا بس هو اكيد اول ما بداوا يفكروا حاجات بسيطه بعد كل شويه يزودوا الكومبلكسيتي عشان ما يبقاش في اي علاقه ممكن يستنتجها. يقعدوا بقى يشوفوا لو دخل ايه؟ لو ايه اللي حصل؟ امتى الكيهات كلها ممكن تبقى شبه بعض؟ حلو. طيب هما راحوا عاملين ايه؟ راحوا مقسمين الكي 56 بت نصين يبقى كل نص كام؟ 28 56 بت اللي اخترتهم من 64 بالبي سي 1 هيقسموهم نصين 23 و28 هيعملوا ايه بقى؟ هيعملوا سيركيليت ليفت لده وسيركيليت ليفت لده. كام بيت؟ هقول لك على شويه. كام بيعملوا سيركيليت 1 بيت؟ ساعات بيعملوا 2 بيت. وبعد كده يلزقوهم في بعض تاني ويطلعوا ايه؟ 56 يروحوا مدخلينهم على بي سي 2. بي سي 2 ده تيبل بيختار من 56 كام؟ 48 اسمه بي سي 2 بيختار من 56 48 ده الكي بتاع الراوند. طب الراوند اللي بعدها ياخدوهم تاني يعملوا سيركيليت. شفت؟ وبعدين يلزقوا في بعض تاني. الكوبا اتغيرت ولا لا؟ الكوبا اتغيرت كل دي بتتشكل في الايام. فلما يخش التيبل بتاع بي سي 2 تاني نفس التيبل هيطلعوا قيمة مختلفة. فاللي هيحصل هم هيعملوا سيركيليت اهي وبعد كده يدخلوه للبرميتيشن ايه؟ تشويس. ده ايه؟ ده اللي يختار. يختار من ال 56 اللي داخله يختار له 48 وبعدين يعملوا سيركيليشن تاني للراوند اللي بعديه ال 28 وال 28 تاني ويدخلوهم على نفس التيبل تاني يطلعوا الكي اللي بعده سيركيليشن تاني يطلعوا الكي اللي بعده. دي سيركيليتو كام بيت؟
على حسب كل رن. ودينا التيبل بتاع السيركيليشن. شايفين التيبل بتاع كده؟ راوند واحد بيعمل ايه؟ بيسيركيلي كام مرة؟ واحد. راوند اثنين؟ واحد. راوند ثلاثة؟ بيسيركيلي اثنين بيس. شيفت ليفت اثنين بيس. ويلف ويدخل اثنين بيس. راوند اللي بعديها اثنين بيتس اثنين بيتس يجي عند راوند تسعة يخليها وان بيتس. اشمعنى مع بعض؟ 10 رجع تاني لاثنين بيتس وهكذا لغاية آخر وراوند وان كلهم يعملوا حاجة في النهاية بس هو لاحظ بس في حاجة يا جماعة لاحظ بس ان لو زود شوية في الشيفت هيرجع تاني فهو هتلاقي مجموع الشيفت كلهم 28 فمش هيرجع تاني لنفس الفاليو. ان لو عمل سلكتين 28 توتالي كده رجع للفاليو الاولى هيطلع كي 1 تاني. فتلاقي ان التوتال هو وزع 28 كلهم عليهم كلهم عشان كده خلى شويه واحد وشويه اثنين لو خلاهم كلهم اثنين كان هيبقوا كام شيفت؟ 16 في 2 ب 32 32 شيفت وهو اصلا عنده 28 بيت ريجستر اكيد هيوفر فلو ويرجع تاني فطلعوا له الكيز بتاع الراوندز اللي في الاخر شبه الكيز بتاع الراوندز اللي قبل. دكتور ما معرفش هو انا شايفها المشكله دي بس ممكن نحلها عن طريق ان يكون التيبل اللي موجود في البي سي لما يجي يتلفت الرقم ده يتلفت تاني يبقى زي اللي كان موجود داخل على البي سي الاولاني الماتريكس اتغير فطلع كده كام؟ تيبل اتغير تقصد؟ اه لا هم ما حطوش تيبل اتغير. انا ظبطتها كده خالص. طيب التيبل يخش له 56 يطلع كام؟ 48 يعني ده بيعمل كومبريشن في الداخل في ارقام مش هتلاقيها موجوده بس السيركليت ليفت هتخلي كل الارقام دي ايه؟ تتغير في كل وقت يعني بيت المره مش موجود بس بعد الراوند اللي عليه هيحصل سكيت مكان البيت هيتغير فالبيت ده هيبقى موجود واللي كان واللي جه مكانه هو مش هيبقى موجود وهكذا. دي الطريقه اللي بيجنريت يعني من 56 بيت 48 كام 48؟ 16 ل 16 مفهوم كلام؟ طيب دي كل الاوبريشنز اللي موجوده دلوقتي اكس او سواب بيرميتيشنز كام تيبل بيرميتيشن انيشال بيرميتيشن والانفرس بتاعه بيرميتيشن تشويس 1 ذا باك كي اللي هو بيسال مع بعض في 56 بيرميتيشن تشويس 2 بتاع الراوند كي اللي بيطلع 48 من 56 والبي تيبل والاكسبانشن تيبل الاكسبانشن حتى شفتوه الليفت شيفت الليفت شيفت هي سيرفيليت ليفت كوتات فرق الشيفت والليفت اللي اتعلمتوها قبل كده ان ايه؟ ان الشيفت بتطير دي بره انما سيرفيليت كده احنا ما بنطيرش حاجه الشيفت في الاكل هي سيرفيليت اللي بيخرج بيلف تاني عشان الفيكس بتاعت القيمه طلعت والاس بوكس دي الاوبريشنز بتاعتنا في الديكريبشن ايه اللي هيحصل؟ في الديكريبشن ايه اللي هيحصل؟ نفس اكزاكت الحاجات بس ايه بقى؟ معقد شويه هنناقش كل دي المرحله دلوقتي هتضطر تدريب كيس دي من كي 1 لكي 16 بس هتستخدم كي 16 يبقى طريقة الجنريشن بتاعت كي هي هي طب لو عاوز اجنريت 16 الاول مره واحده هتضطر تلعب في الاوبريشنز دي الشيفت ليفت بدل ما شيفت ليفت هتضطر تخليها شيفت رايت وحركات كده ده سؤال ده سؤال في شيء موجود عليه ممكن نناقش المره الجايه بس انت لو اشتغلت بنفس الطريقه هتطلع على كي 1 لغايه كي 16 بس ما تستخدمش
في الديكريبشن في اول راوند لازم تسوي كي 16، ثاني راوند كي 15، كي 14 لغايه اخر راوند كي. طيب هو بقى ايه كده الديسكلز قعدوا يتدربوا فيه شويه تاثيرات، تعالوا نشوف التاثيرات دي من بعضها. التاثيرات دي ما فيهاش حسابات ولا اي حاجه. اول تاثير الابراج افكت. الابراج افكت بيقول لك ايه؟ تاثير تغيير وردي في البلين تكست وتاثير تغيير وردي في الكي. عايزين نشوف التاثير. فاول راوند زيرو اللي هو ما فيش قبل حاجه كان دي تتغير في البرين تكست بيت واحد، تغير بيت في البرين تكست. بعد اول راوند لقوا 6 بيتس اتغيرت. ثاني راوند 21 بيت اتغير. ثالث راوند 35، رابع راوند 39، 34، 38. اسمهم افرادج افكت. ما زادوش حتى ايه؟ واحد اثنين ثلاثة أربعة فضل مرة. اوبتيمال يكون حوالين الثلاثينات، حوالين نص بيس. بيت واحد غير 34 بيت في السايكل. نفس الكلام حصل لما غيروا بيت واحد، خلوا البيتك زي ما هي بس غيروا بيت واحد في الكي. لو بعد اول راوند اثنين بيتس اتغيروا فين؟ في السايكل. لا في الاربعة بيت نتيجه تغيير بيت واحد نفس البرين تكست ما غيرش اي حاجه بس بيت واحد اتغير. في كي لقوا اثنين بيتس اتغيروا بعد اول راوند. ثاني راوند 14 بيت اتغير. ثالث راوند 28 32 39 وفضلوا على كده. خدوا بالكم لو وصلت ل 64 غلط. اتفقنا؟ ان ال 64 ده بيديك رمضان مباشر بينك وبين البيت. لازم تبقى حوالين 30. التغيير في كل راوند ده يعتبر تغيير جديد ولا يعتبر تغيير الاخير ده خالص بنقارنه بالاول وخلاص؟ يعني ايه؟ يعني مثلا اول واحده اتغيرت اثنين، بعدها الثانيه 14 مختلفين اتغيروا بعدها هم بيقيسوا الديفرنس اللي حصل في الخطوه دي عن الديفرنس في كام بيت اتغير. عن القابل دي اللي كان من غير ده. يعني عملوا راوند بالكي والبرين تكست وعملوا راوند بنفس البرين تكست بس الكي متغير فيه واحد بيت وقعدوا يقارنوا فمن كل اوت بتاع كل راوند بالمقابل. اخر واحده خالص 64 ده معناه ان هي هتبقى زي الرساله الاصليه ولا هتبقى زي اللي فوقيها؟ نعم اخر راوند خالص لو فيها 64 هتبقى معناها لو اتغير 64 معناها ان تغيير واحد في الانبوت عمل انفيرت للبرين تكست. دول مقارنه بالاولاني. فده غلط. مش المفروض اصلا يبقى في علاقه مباشره كده. فهم كام؟ وده بيسموه افلانش. طبعا افكت كويس جدا صح. واخد بالكم الارقام دي رائعه. كل ما غيروا بقى كل السبيشال كيسز. طب لو في سيلند كده نص الانبوت اصفار ونص وحايد هيظهر في اي حاجه في الاوت لقوا الدنيا ما بقاش اي حاجه كانك بتجيب لي تغييرات صغيره في الانبوت تغييرات كبيره في الاوت. عمل عليه تيست من كل النواحي. هو صراحه ده الكونسيبت بتاعه الديفيوجن والكونفيوجن. الديفيوجن ان ايه؟ ان كل بيت في البرين تكست ياثر على بيتس كتير في السايكل. وده اللي حصل، خد بالك كام واحد اتغير؟ ده اسمه الديفيوجن. الكونفيوجن ان العلاقه ما بين الكي وبين السايكل تكست علاقه معقده جدا، لو عرفت البلين والسايكل بتاعها ما تستنتجش الكي برضه. تخيلوا انتوا كده لو انتوا عرفتوا السايفر اللي في اخر الراوند 16 بعد خلاص التشكيل والبلينتكس بتاعتك تعرف تصدق حاجه على دي. العلاقات فيري كومبلكس ومن اكثر الحاجات اللي مبوظاها الاسي بوكس. مفيش اي حاجه ممكن تستنيها. ده طبعا مش موجود في ديب سايفر.
ولا في الجري فيه ولا في اي حاجه. فده اسمه كونفيوجن، ديفيوجن كونفيوجن. قول ديس كانت موجوده الكيس بتاع 56 ده كانت في زمن ساعة ما حصل الظاهر في السبعينات كان رقم كبير. ولما اتخذ ستاندرد سنة كام قلنا؟ 92 كان رقم حلو يعني. طبيعته معقدة أوي، محدش يعرف يستنتج حاجة من حاجة تانية خالص. التايمنج أتاك ده هنتكلم عنه، التايمنج أتاك معناه هل الوقت اللي بياخده الانكربشن بيتغير بناء على كونتنت دي؟ هتلاقوا في كنت كده ولا اتغيرت؟ الستبس هتتغير؟ هتاخد نفس الوقت ولا لا؟ طالما الستبس هتاخد نفس الوقت يبقى ليه؟ يبقى محدش يقدر يستهلك من وقت الانكريبشن او الديكريبشن اي مع الوقت ام بي. فده برضه ضد التايمنج اتاك. هتلاقوا في انكريبشن الجوريزمز بنرفع مثلا المسج للقص كذا. المسج بتترفع لقص معين، القص ده لو صغير هتاخد وقت قليل، ولو القص ده كبير هتاخد وقت كبير. فبالتالي العمليه دي بتتغير من ايه؟ على حسب الفاليو. فالتايم اللي بتاخده بيتاثر على حسب القيمه بتاعت الكي او البريفكس. ده معناه ان في واحد لو قعد يشوف البروسيسور بتاعك بيتغير ولا لا، البروسيسنج باور بتاعته بتاخد وقت قد ايه عشان تنكريبت، يقدر يعرف على مدى قد ايه. وده حصل. طيب الاستريس بتاعت الكي كان 56 بت، وال 256 ده عدد الاحتمالات ضخم. لو انت بتاخد 1 ملي سكند في الديكريبشن تايم، رقم صغير وسرعه تطور الهاردوير، الهاردوير تطور بسرعه رهيبه في التسعينات. فسنه 98 الديس ضخم. ما لحقش يعني يقعد وما اتضربش باي سكيورتي بروبلم فيه، اتضرب بالبروت فورس، اتضرب بكل اعتباراته. يعني هو نفسه بقى الجزء قوي بس عدد احتمالاته الكي كام؟ 256. في ناس جابوا هاردوير وجابوا بولت واي سيات وعملوا ديزاين مخصوص عشان تبقى فيري افيشنت تعمل الضغط بتاع الديسك. هو ده اللي حصل. هم عملوا تريبل ديس ده في الكي بس. بس هو الديس ستاندرد اللي كان مستخدم كده. فالضرب بس ضرب بوست الهاردوير اللي ضرب فيه على فكره بتصور الكلام ده كده على الويب. الناس بتصورها جنب الورد والكلام ده كانت الهاردوير ده كان البوست بتاعه 52000 دولار. بس ضرب الستاندرد بتاع الانكريبشن اللي موجود في امريكا. كان طبعا كان حاجه قويه. هو ده اللي حصل. هو طلبوا ستاندرد جديد، عملوا اول فيرجن من الديسك بكي كبير ب 112 بيت. طبعا فجاه محتاج 2 اس 112 بدل 2 اس 56، يعني محتاج التايم تبيع. تخيل مش محتاج ضعف التايم، محتاج التايم تبيع. فخلاص عديت استخدموا تريبل ديس لفتره، هو اظن مستخدم بس طلعوا ستاندرد تاني. طلعوا ستاندرد بقى اقوى ومناسب اكتر ب 32 بيت بقى بخصوص اللي كانت ظهرت ساعتها. فعملوا ستاندرد جديد اسمه ادفانسد انكريبشن ستاندرد. حدثوا كده عشان يس طبيعه الديس. الديس روكسز دي نقطه القوه بتاعتك، كان قوي جدا وفي نفس الوقت نقطه ضعف. محدش عارف ديس بوكس في يوم اطلع يا زلمه، ممكن حد يستنتج لها حاجه بس مش عارف. بس هي كانت نقطه قوه في نفس الوقت ايه؟ محدش عارفها برضه. ف بس لغايه ما اتضرب بالبروت فورس لغايه دلوقتي محدش تفتكر له نقطه ضعف غير ان في ليكس بقى صغير. كل الاوبريشنز دي كانت قويه جدا، محدش حتى استخدم اي طريقه تعرض بيها المسج والسايفر يستخدم الكي زي الحاجات الكلاسيك. مفيش. التايمنج اتاك اللي انا قلت اللي هو ايه؟ اقول لكم القصه دي. القصه دي حصلت في ناس
حطوا ديفايس جابوا كمبيوتر وشافوا الانكريبشن وهو بيشتغل البروسيسور باور بتاع ايه؟ بتاع كان عارفين الحاجات عندهم بتعرفها بصوت المروحه لما بتشغل حاجه كتير كده المروحه ايه؟ زاد وعملوا ايه؟ وحطوا جهاز يعرف برضه الكلام ده بيظهر الكترومغناطيك بيلاقوا الكترومغناطيك عيلة والبروسيسور باور عمال يعمل وحطوا جهاز جنب اللابتوب وقعدوا يقيسوا الوقت اللي بياخد الانكريبشن من اللود بتاع الايه؟ الباور بدأوا يستنتجوا معلومات ده في انكريبشن الجزء الثاني مش الجزء وعملوا بيبر البيبر دي كانت معموله في الايه؟ في الكاس هجوم في الفلسطيني والبيبر دي عملوا فك للشفره للباسورد بتاع الاكونت من الوقت اللي بياخده من الديفايس محطوط جنب اللابتوب ده اسمه تايمنج اتاك الديس ده هو قديم لان هو ما عندوش مشكله خالص. ليه ما عندوش مشكله خالص؟ لان الوقت اللي بياخده ديس دايما ثابت. لا يتاثر بقيمه البلانتكست ولا يتاثر بقيمه الكي. انما التكنيكس اللي صغيره بعد كده هتقولها هشرحها لكم بعضها تايم اتاك فيها واضح. انها تاخد وقت الالجوريزم نفسه بياخد وقت مختلف على حسب قيمه الكي. والحلول الكلام ده سهله. بس ما كانش الناس مدركه يعني كنت الناس توصل للمرحله دي. حلو الكلام ده كان بيعملوا عارفين بيعملوا ايه عشان يضربوا تايم اتاك؟ زود شويه ديليز كده خلي بص شغال في حاجه مالهاش لازمه. عشان ما حدش يحس انك خلصت. بحيث تاخد نفس الوقت دايما كل مره او تاخد راندوم تايم كل مره. ما تديلوش ايه؟ ما تديلوش رقم ثابت. فجاه جاي برضه خد وقت طويل وده خد وقت صغير ما حدش عارف وخلص ايه اصلا. الديس قوي قصاد الايه؟ تايم اتاك لانه ما بيعتمدش اصلا الوقت اللي جاب الاوبريشن اللي حصل كلها بتتعمل هتعمل برمتيشن تيبل، هل البرمتيشن تيبل هيتغير الوقت بتاعه لو غيرت القيم بتاع الحاجه اللي وصلت لا انت هتبدل وخلاص ايا كانت القيم الاكس او ما بتتاثرش الطيب بتاعك الاس اوكس ما بتتاثرش الطيب بتاعك وبالتالي التايم اتاك هو سترونج اجينست التايم اتاك والانكريبشن تايم بيساوي الانكريبشن تايم طيب في توبكس في الكتاب بس ايه اللي عاوز يتفرج عليها في بيتكلم لك على ديفرنشال كريبتو اناليسيس ولينيال كريبتو اناليسيس والبلوك سايكل ديزاين برنسبل دي توبكس موجوده في الشابتر ده في الكتاب انا سايبها لك واللي عاوز يقراها يقراها مش عاوز يقراها ما يقراهاش مش عارف كده خلصنا شابتر الدس اللي هو شابتر كام؟ ثلاثة شابتر 1 نظري مفيش حاجة شابتر 2 الكلاسيكال شابتر 3 الدس هنبتدي المرة الجاية في شابتر 4 المرة الجاية تجيبوا فايقين المرة الجاية تجيبوا فايقين ماشي؟ صح وكده؟ وعاوز اشوف مثلا اللي بتحب القهوة تجيب القهوة معايا يا دكتور وانا مش هنتكلم عن الحتة بتاعت الديسكريبشن بتاع الديس لما كنا بنقول احنا ممكن نعمل حاجة في الشيفتنج كده عشان نخلي